شوف كذا الظلام يا ربي دخيل. هذا عرعر الآن. مدينة عرعر 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية، الرؤية شبه منعدمة كما تلاحظون. زادت الرؤية الآن الحدام بالرؤية. تصوير أخوكم أبو يزيد عبد الله الرويني. لاحظ أن الجو أظلم علينا، نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته. بدت تطايح حمرة حمرة. الساعة طبعا 10 صار 10 الصبح.